فيك روحي معلقة آهن على أيام العشق في الشام آهن على خير رددناه بأيدينا على عشق على شوق نناديه ينادي فينا صار بيوجع والكلمة كل شي ما بيني وبينك بطل ينفع لو في محاكم للجرح رح تنحكم أعداء لو فكرك بغادرك ربح يا خسارة الأوهام انت اللي كنت تقول أهل الوفا ماتوا عم تبكي على المقتول قتلت الوفا بذاتوا اسمك مسحت وصار غبرة من الماضي حتمك صدر غدار مع رقفة القاضي اسمك مسحت علم مش كل ساعة جرح قلبي أنا اتعلم لا رحمي من كف الزمن بركان جواتي سكن لو تدفع الدنيا التمن ما ينطفي بقلبي الحريق ساعات بصرخ بالعنم ساعات بقلبي بطعن تاري أنا بطعن أنا مثل الجرح بمشي بطريق الشام روحي وفيك روحي معلقة آهن على أيام العشق في الشام آهن على خير رددناه بأيدينا على عشق على شوق يلا يلا تفضل حكيم كتر خيرك العفو الله يعافيك يا رب الله يسلمك شو طمنا شو قال الحكيم عم يقول منيح بس ناقصه هدوء وراحة بال منيح اللي بطل الحكيم رأفت يجي لعنا بركي فينا نأمن له راحة البال المطلوبة تعرفوا ليش بطل الحكيم رأفت يجي؟ لأنه استخف فينا ونزلنا من عينه حكي لطيف مزبوط حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل لازم كنت تروح هاي البنت ما خرج هالحركات طيبة ودرويشة واللي بقلبها على راس لسانها خدي هدول المصاري خديهم لا تعتبريهم تعويض
شنو يشهد الله وغلاوتك عندي انا ما سراتي. خي هدول المصاري اللي خلي لي اياهم معك بهاليومين بمرو باخذهم. سكي وش كان ما رجعت افتحي فيهم مشغل وروقي اموري. معي خير الله. كانك عم تودعني؟ اني ما عاد رح اشوفك. شبك يا عم نقول لك كلهم كم يوم وبجي باخذهم منك. بس انت قلت لي اذا ما رجعت خديهم الك. شريف شو مخبي علي؟ ما بقدر اقول لك، بس لازم تعرفي انك انت احلى شيء بحياتي. كذاب. نادرة احلى شيء بحياتك. لا انت احلى شيء بحياتي، نادرة اكثر حدا وجعني وكسر لي ضهري بهي الدنيا. شريف انا بحبك. ما بدي المصاري خدهم، بس خليني اشوفك. خلاص خليهم معي، كلهم كم يوم عم اقول لك وبجي. بدي اقول لك شيء. قل لي اياه هلا. بس لحتى ارجع بدي اخذك مع مني على بيروت وبدي اتزوجك هنيك وعلى العلا. بدك تنسى نادرة؟ والله بدك تتقبليني بعيبي. انا رح نسيك ياها، بس ضل تعال لا تطول. يا رب. طلع عمي طلع. صباح الخير يا أبو سعود. أهلين برهومو، يا صباح الفل والورد والياسمين. شو أبو سعود حليان لسانك من عبكرة الصبح؟ إن شاء الله من حلاوته بهروا أسنانك. هلا أيمنا من المسخرة هي. أبو سعود شو رأيك نساوي لنا هون بالحارة شي تفنجة؟ تفنجة؟ شو يعني تفنجة؟ يعني مثلاً منساوي مثل كوتخو مثل ما بيصير ببلاد برا. ليش شو بيصير ببلاد برا؟ أحلك ببلاد برا بياخدوا محلات كبيرة بفوت زبون بيدور بيقلفطوه من كل النواحي. إيوه كاني ما فهمت عليه. هلأ فهمت. بفوت زبون بيغسلوا له شعره وبيحلقوا له بينطفوا له جلده ويمكن كمان إذا بده بيصبغوا له شعره وبيروحوا بحطوا له من كل العطورات بتطلع ريحته من كل الجوانب عم بتوجوج. اي بس هي بدها دكان كبيره. شو هالي نجيب دكان كبيره ومين بده يساوي الشغله كلياتها هاي بقى؟ حبيبي انت لا تهز فؤادك ولا تعذب حالك، بنجيب ولدين صغار بنحطهم تحت ايدنا وبيمشي الحال. ايوه ومين المعلم؟ طبعا انا. وليش بقى انت مو انا؟ والله لانه انا صاحب التفنجه. ولا عم تتحيوى؟ أنا بعد العمر كلياته اشتغل صانع تحت إيدها؟ بلا لكن أنا رجدي بيك العطار اشتغل تحت إيدها. شو قلت؟ رجدي بيك العطار. اطز زعلت منك ها؟ زعلت منك يخرب بيتك إبراهيم؟ لك الشاي عم يغلي لك هلا بالسنة إبراهيم؟ مثل ما عم قالكم صر لي عشرة عمر أنا وهالكلبة 30 سنة مر علي بهالحارة والحارات اللي كنت فيها الحرامي والسرسلي وابن الحلال والآدمي والسكران واللي بيحب بلده واللي كان يجي من هون لهون 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 حتى يدبر ذخيرة ويأخذها للسوار بالغوطة. إيه نعم لك ببقى بحكيكم غير القصة. ديروا بالكم على حالكم. مع السلامة. الله يقويكم. تبوا على الحارة.
يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. شو ان شاء الله توفقتوا بالسوق؟ ايه الحمد لله توفقنا. خير شبكي؟ ما في شيء. لك قال ليش هيك عم تجاوبيني؟ هيك مالي رايقه لحالي والله. خير ان شاء الله. اسمعوني منيح، نفوت على الحارة على الهسي، نمسكه لأبو حسن، منسد له تمه، منربطه ومنزده بقلب الكلبة، تكتولي شوية كاز على الكلبة وبتلحقوني على الطالة، نرفع حجر الطالة، بعدين كل واحد فيكن بياخد تنكة كاز وبيروح بجهة، بتكتولي منن على البواب منيح، ترجعوا لعند مني أنا بكون سديته للطالة، عم نرخي الحجر وخلصت هي، هي كل السيرة مفهومة؟ مفهومة مفهومة. كأني فهمت منك إنه بدك تحرقه لأبو حسن بقلب الكولبة هو وعايش. هلا أنت شو بدك بهالسيرة يا حسين؟ نحن ما اتفقنا إنه تاخذوا المعلومة تنفذوا وكل واحد يروح بحال سبيله؟ لقطت الفولة؟ واستوت وتلد وعيت، منت علينا. أصبح بمعيتك شريف بيك، دفينا الجيبة. تكرم عيون الشباب. مجهز لكم ياهم، هي 25 تا وهي 25 تا. بركة. بس اوعكم تقلوا معي، بدي الحارة تهب هبها. لا تاكل هم، عندي. لا وبلاقيك قعدت، قوم يا ابن الحلال انا متأخر. طول بالك، كل ما تأخرنا كل ما أحسن، بيكونوا ناموا واندفسوا أهل الحارة، هلا عود لف لنا جيجارة أجنباوية من تبعاتك، خلينا نروح ونحن مصطابين ونحرق الحارة. إيه أمرك يا معلم، فينا ما نقول لك بأمرك. على عيني. صحني بدخل. هاتو خالي هاتو، وراح دلل لك ياها معلم. عامل حالك حارس وعم تسحب فرد الكرداق. وينه؟ وينه؟ اعطيني هون. والله لموتك موتة من ابشع الموتات اللي مات حارس، وخلي عزم ينفعك. شكرني شكرني لا تواخذ يا عمي ابو حسن، بدي شد شوي مشان ما حدا يسمع صوتك. الزميل العزيز قول دائما مصطك. دفلي تنكتين الكاز يلا على السريع، خليه هب هب. دللي يا ايه دللي. شبك خليه شبك
استهدي بالرحمن وخلينا نأجل حرق الكولبة لبعدين. خليني فش خلي يرضى عليك. أول شيء خلينا نزيح حجر الطالع. هذا أمنا عليه. دوزنا الحكي حقوني. يلا يلا إيدك خالي. يلا إيدك إيدكم. بسم الله. يلا إيدك يا واطي. مين انت ولك؟ انا العنكوش يا اجدب يا حمار. علي شباب؟ ايه عليك انت كمان؟ اختلطت انت وياسو سميته؟ انت ايدي لك اخرى اخرى اخرى. في حسك لا؟ شو هالخنجر الحلو ها؟ اسمع أنا حتى ما أظلمك شكلت لك محكمة ورح وقف لك محامي، وبالعادة المحكوم بالإعدام بحق له يسمع حكمه بإذنه، مشان هيك فتح واسمع. واحد، سرقت بيت أبو الدهب، ولأنه المحامي تبعك ملعون وشاطر ما خلى المحكمة تحكمك غير سنة واحدة سجن. ملعون المحامي. اثنين، افتريت على الزلمة الطيب العنكوش، حطيت حبل عليه دم وفردة كسرية تحت بسطته، قام حكموا على العنكوش، ولأنه العنكوش طيب وابن حلال صفت عن حقه. شو بقي؟ الحق العام. والمحامي تبعك ملعون ابن حرام، عم جاب لك شو؟ 6 شهور بس. 3، حرق الكولبة، وعلى اعتبارا انه الحارس ما تأذى، هي 6 شهور بس. عم حاكيك محامي على كيفك. 4، صد الطالع كان راح يضر بالناس كلياتها، 3 شهور حق عام بس. محامي على كيف كيفه. 5، حرق الكندوش تبع بيت عزمي بيك، هذا كان راح يعمل حريقة تاكل الحارة كلها، جريمة مقصودة كان راح يروح فيها ناس كتير، بس أنا محامي على كيف كيفك، 3 سنين حبس بس. 6، حرق البوايكية تبع سلطان ما بنحكى فيها مع هذا المحامي، 3 شهور بس. واليوم بقى سيدي الجريمة مع سبق الإصرار ومقصودة، والنية حرق الحارس أبو حسن وسط الكولبة تبعه، وحرق كل بيوت أهل الحارة، وقتل كل البشر اللي فيها. بقى المحامي تبعك مطوف كتير كتير كتير، بس ما قدر يجيب لك غير شو؟ إعدام. لك خلاص لك واطي طول بالك، هلأ هي مقدور عليها نحكي فيها بعدين، بس على اعتبارا انه أهل حارتك فوضوني فيك، وعلى اعتبارا انه كلهم إلهم تار عندك، بقى قرر القاضي تسريح دمك من الطالع لكل بيوت أهل الحارة، لحتى كل بيت يصل حقه وكل ذي حق حقه. خيلو وزيدك يا عنكوش، خذ كل شيء معي، لك خذ كل شيء منكم، بس دشرني انت والشباب. ولك يخرب بيتك من حالك، لو انك فايت علينا مثل الرجال وحاكينا حكايتك ما كنا وقفنا معك، كان صار فيك اللي صار بس عبس. ولك انا اللي بسموني حرامي وما حدا بيطلع فيني بكل الحواير، بخجل على حالي فكر اعمل قد نص اللي عملته،
اسمع، أنا من ناحيتي صفطت لك عن حقي، بس أهل الحارة ما رضيوا، قال بدهم حقهم. أخير الله خذنا عمي مشان الله. هاي الطرنة كلياتها كان عاملها شريف، ونحن كنا جايين معه عن كزم. هذا الكيس فيه المسدس تبعك مع الزراعة بدقني. شريف خالص مولا. كتر خيركم، حس انه شريف كان بده يحرقني انا والكلبة. عمي هون حفرنا وهون طمرنا. سلام. مع السلامة. هون حفرنا وهون طمرنا. الله كبير. واحد على الباب عم يقول انه طالبينك بالكركون. ادخل. احترامي فؤاد افندي. اهلين لطيف، تفضل عود. انا اسف على الازعاج. إن شاء الله العمر إلكم. أخوك شريف. كيف؟ بصراحة أخوك كان جاي بده يحرق الحارة، طلعوا له جماعة قتلوه فوق الطالع، لأنه كان بده يسده ويقطع المي بعدين يحرق الحارة. فؤاد أفندي كيف عرفت؟ أبو حسن أحكي له شو صار. قبل ما أحكي لك وأحكي له، أخوك ما بقول إلا الله يرحمه، ربطني بالحبل وحطني بالكلبة، وكان بده يحرقني أنا والكلبة. صباح الخير. انا بس بدي افهم ليش هيك عملتي معي. قلت لك متجوزه، شو انت ما تربيت؟ لك انا رايدك ولدي بدك اياه بيصير. بيتك من حالك. حضرة فؤاد افندي بده اياك. خير ان شاء الله. شرف معي. روح بالحق. لا ما حزرت،
ضب بسطك وامشي معي. يلا. ان شاء الله اعملوا معروف تفنوا انتم. هذا الكلام بيصير اذا ماله حدا مقطوع من شجره، اما اذا اله قال الحكومه ما لها مجبوره فيه. بوس ايدك، بوس ايدك فؤاد افندي. انا ابي انفلج من ورا، ما صدقنا يوم تتحسن. هلا اذا طلعنا من البيت رح ندفنهم مع بعض، والله بيروح في ابي. مشان الله اصلا ما حدا رح يطلع بجنازه اخي. مالي غيركم، والله مالي غيركم، ساعدوني مشان الله. طيب طيب حشوف شو بقدر ساوي. روح هلا. كتر خيرك، كتر خيرك. وليش هون بالذات على الطالح؟ والله ما بقى، على حسب ما فهمت من ابو حسن انه اللي قتلوه كانوا كتار. ليش ابو حسن وينه؟ اكيد بالكركون، والله شغله بتحط العقل بالكف والله. لانه ناحيه عم تقول هيك؟ لانه اللي قتلوه نفسهم اللي فكوه لابو حسن، ابو حسن كان مربطه شريف. اما صارت الشغله مثل الحزيره، معناته بدنا نستنى ابو حسن ليرجع من الكركون لنفهم منه. لا حول ولا قوه. لك شو اللي عم يصير؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. سيدي انا ليش هون؟ مشان تقلنا شلون قتلته. قتلت مين؟ يلي سرق بيت ابو الذهب. ليش قتل؟ يعني ما بتعرف؟ ما انت اللي قتلته؟ يا ريت، يا ريت انا اللي قتلته، والله زعلتني، كان نفسي انا اخنقه بايدي هدول. جبناهم سيدي. فوتون. فوت انت يا ولا. رجع وقف معه. دهلا ابو حسن. تفضل عمي ابو حسن. احترامي سيدي. ابو حسن. نعم. شف لي واسمع لي كل واحد فيهم، اذا تعرفت على حدا قل لي. حاضر سيدي. وانتو كل واحد بيقول اسمه بصوت واضح. يلا لشوف. انا ابو ياسر. انا ابو نزيه. أنا أبو هزاع. أنا النداف. أنا الحصين يا عمي. أنا أبو عبدو. أنا أبو زيد. أنا أبو أديب. أنا سالم. أنا العنكوش. سيدي ولا واحد منهم. أنت متأكد يا أبو حسن؟ متأكد يا سيدي، حيث أنه قروا ولدته كثير، لا هالكسومة ولا هالأصوات. سمعتهم وانا بقلب الكلبة، لو كان حدا منهم كنت أفرته. يا ابني. حاضر سيدي. خذوه. اطلع انت ويا ولاد. يلا حرك. ابو حسن. أنت متأكد ولا واحد من هون؟ متأكد يا سيدي، بعدين ليش بدنا نسأل عن اللي قتله؟ كان بده يقتلني ويحرق الحارة كلها، يا الله يسلم دياته اللي قتله وريحنا منه. تيسر، الله معك. حاضر سيدي. عجبا؟ انسى سيدي، انسى. رح انسى.
شو بك ابو حسن؟ احكي لهم ما تحكي لهم؟ هي جبت لكم ابو حسن لحتى احكي لكم، لانه انا اذا حكيت لكم ما راح تصدقوني. بتعرفوا يا جماعه مين حرق الكلبه وصد طالع المي؟ مين؟ شريف ورحمه ميمتي شريف، هو اللي حرق الكندوش وحرق بوايكية السلطان افندي. مين؟ شريف، هو اللي صنع بيت ابو الذهب كمان. ليش لا يعمل هالعمايل كلها؟ الأزر طبعه، هو سبب فالج ابوه عزمي بيك. ابو حسن. نعم. هاي القصص منين جايبها؟ لما كموني وربطوني وحطوني بالكلبه شفت بعيني وسمعت كل شيء عزمي بيك. ابوه دري بهالشغله؟ دري ما دري والله ما بعرف، بس انا شفت اخوه لطيف بالكراكون. شيخنا بدي اسال سؤال، هلا نحن لازم نعزي ابوه ولا شو نعمل؟ هلا انتم بتعرفوا انه ابوه معه فالج. انا برايي ما تخبروه لانه بجوز يروح فيها. يا جماعه ابو شريف ما له علاقه بكل شيء عامله ابنه. ابو شريف ابن حارتنا وطول عمره شهم وكريم. كلام عزمي بيك جواهر. والجنازه تبعه شلون؟ كانه ما حدا فتح سيره. يمكن ليكملوا التحقيق. بجوز الحكومه هي بدها تطالع. حرمتوني منه، ما شفته لآخر مرة، ما ودعته، يا ريتني ضميته وشميته. إذا ليه عانقني ما عانقته، حرمتوني منه وودعته. يا عمي والله ما حدا حرمك من شوفته، والله لو جبته لهون كان مات ورا ابي. مشان الله يا ابو بوس ايدك يا قلب الام. يا ريتو ما اجا، يا ريتو ما اجا وما عاشت ولا خلفت انا. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. ارحمه واغفر له وسامحه يا رب، لا تعذبه يا ربي، انا مسامحته عن كل شيء عمله فيني. شبكي بشو صافني؟ ليه ما عم تحكي؟ أنا صار لي مدة صابرة وساكتة، بس ما عاد فيني. أنا رح أطق. من شو رح تطقي؟ وأنت حزمي اللي عشت معه كل حياتي. أنت بتعرف إنك تاج راسي ونظر عيني وأبو ولادي. لا تكملي. أنت كمان بتعرفي إنك أعظم مرة بحياتي، وإنه أنت والولاد كل حياتي وكل عمري. قولي لي، في شي طلب طلبتيه مني ما نفذت لك اياه؟ مو كل طلباتك اوامر.
من شو اللي عطقي؟ شو متغير فيه؟ حط عينك بعيني. عم تروح وتغيب وتاكل برا وبترجع تعبان بس بدك تنام. كل هالشي مالك متغير. شوفي نالا، كل بني آدم بهالحياة له ظروفه، ومو دائما بيقدر يكون مثل ما التانيين بالدنيا، بس لازم تعرفي انه انت والولاد اغلى شيء بحياتي. بقى شيلي هالافكار الله يرضى عليكي. انت غالي علي يا بنت، والله العظيم غالي. شبك معلمتي؟ انت اللي شبك. حزنانه وتعبانه ولابستي لي اسود، كانه لا سمح الله ميت لك حدا. انا حبيت. الحب بيحلي. بزمتك هذا شكل وحده حابه، هذا شكل وحده كرهاني حياتها. لا حابه وعشقانه، بس كسرتني الدنيا. شو قصتك مديحه؟ شو في؟ قصتي خلصت. هو راح، ما عاد يرجع. راح يعني راح تركك ولا راح يعني ما؟ توبري قلبي إن شاء الله. قولي على قامتك، قولي على قامتك وعلى قامتي وعلى قامة الساعة اللي حبينا فيها. يا الله يا الله. شو وين المحروسة؟ مالي شايفت أنا؟ مين؟ مين في غيرها؟ أمولتي حبيبتي أمل خانو. أمل لساتها نايمة، نحن ما منفيقة بكير. يي أنت التانية، ما في أحلى من الفيقة بكير. أنا بنتي بتقرأ قرآن وبتصلي الصبح وبتنام، مشان هيك بتضحي بالنومة. إيه فيقيها شنو؟ أنا كثير مشتاقت لها وقاعدة شوي وبدي آخذها وأمشي. لا ما حتروح معي، لأنه أبوها مشتاق لها كثير، وأختها بدها تتجوز، بدها تقعد معها شوي. إيه بالهنا إن شاء الله. والله البيت بلاها يعني كله عتمة، أنا ومصطفى اشتقنا لها كثير. والله هي تعبانة شوي، بدي إياها ترد صحتها لأنها حبلة، وبعدين بتجي لعندي. إيه يبعت لي حملة شبهها كانت عنا مثل الفلة، شو تأكد عليها؟ نهلا خانم صعيب، يعني لو تسألت عليك بدي أسألك هيك سؤال صعيب. خطبتوا نادرة؟ ايه والله لصديقتي ام صائب، ناس كرماء وأكابر ومحترمين. وين ساكنين يا ترى هدول الجماعة؟ والله بالعمارة، بيتهم حلو كبير كتير. ايه 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 كأني تذكرته، هو يمكن ها كان رفيقه للمرحوم أبو مصطفى، أظن هيك. بلا متأكدة أنا. شو هالحكي؟ هاي صغير وهاي قرش شريف. السلام عليكم. مسندي أنت. مرحبا عمي. أهلين عمي مور. ما يمر عليك زارين، سلم دياتكم. على شو؟ على شيء أنت بتعرفه وأنا بعرفه. ما فهمت عليك. لا فهمت علي، ورحمة مامتي فهمت علي، وسرك ببير. عمي أنت مخربط فيني. لا مالي مخربط، وأنت وجماعتك أنقذتوني من موت وأنا نفذتكم. يا علي جيري إنك مخربط. لا مالي مخربط، الله يلعن هالزمان. أنا شغلتي حارس وأنتوا شغلتكم حرامية،
وشغلتي انا احمي البيوت والدكاكين منكم، بس الضمير والوجدان ما خلاني اغلط فيكم لانكم انقذتوني من الموت. عمي انا والله ما بعرفك. لا سيدي بتعرفني بعرفك، وهون حفرنا وهون طمرنا، وده مره واحده بس، يعني واحده بواحده. السلام عليكم. عليك السلام. يا سنالي. ما بدك إلا هالقد، شغلتك بسيطة. روح لعند أم رياض وإلا إذا بتركي علي بتخسريني. أنا بدي غيب عنك شهر زمان. لك شلون عم تسهل الموضوع أنت؟ بشرفي إذا بقول لها هيك لا تصرعني صرح. لك يا أخي إلا هلأ مو وقتها، بس يروق الجو بنرجع مثل ما كنا وأحسن. ما بعرف من وين بدي لاقيها ولا من وين، حتى أختك مرأفت صايرة عم تراقبني وتدقق على كل شيء. إيه طمن طمن، بكرة بتهدى إن شاء الله. قل لي شو أكتر شيء بتكرهه بهالدنيا؟ بقول لك الكذب. وتصور أنا صرت واحد كذاب. لا حاجة صعب الأمور على حالها، خلاص عمل بت ما عم قل لك وهدي الحالة. فاخرج بحبك من دمي.